تضم وزارة التعليم العدد الأكبر من القوى العاملة في نظام الخدمة المدنية، إذ يفوق عدد منسوبيها منسوبي أي من الوزارات الأخرى، وما بين الموظف الإداري والتربوي والمستشار وغيرها من الكفاءات التي تحتاجها الوزارة لإنجاز مهمتها التعليمية، يقع على عاتقها اختبار صعب لإدارة هذه الموارد البشرية المتنوعة والمختلفة الاحتياجات. والفن في إدارة هذه الموارد البشرية لا يقتصر على معايير اختيار المعنيين لوظائف الوزارة، بل يتعدى إلى التوقيت الذي ستخرج فيه هذه الكفاءات من قوى العمل. فخروج العاملين هنا لا يؤثر على صفقة تجارية، وإنما على جيل بحاجة ألا ينقصه معلم أو تربوي أو متخصص، جيل يحتاج إلى الاستقرار النفسي ليتقدم تعليمياً. كما حددت الوزارة الجهة المختصة بالنظر في طلب التقاعد، إذ يمكن نظام التقاعد المبكر المعلمين والمعلمات من الحصول على التقاعد باحتساب سنوات الخدمة في القطاع التعليمي. وتنظر الإدارات التعليمية في طلبات المعلمين الذين تزيد سنوات عملهم عن 25 عام، بينما تتولى وكالة الشؤون المدرسية في الوزارة طلبات المتقدمين للتقاعد الذين تقل سنوات خدمتهم عن 25 عام. القطاع التعليمي وحده بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، إذ لديه ثروة أخرى أهم وأبعد من ظرف طارئ. اشتراطات التقاعد فن لإدارة كفاءات الوزارة بما يحمي عجلة التعليم من التباطؤ. لقناة عين، ناصر الميثان، الرياض.